البوليس السياسي فقط هو اللي يعتدي على الصحفيين، ولكن الان نراو انه الاعتداءات تتنوع ضد الصحفي التونسي، وهناك كذلك الى جانب الاعتداءات هرسلة الصحفي او التحرش بالصحفي يوميا لمنعه من القيام بواجبه ولمنعه من التنقل الى الجهات الداخليه، لان الصحفي التونسي اليوم حب يكون محمي باش ينجم يتحول الى وسط تونس، جنوب تونس، شمال تونس، باش ينجم يعكس او يحكي عن مشاغل المواطن التونسي. احنا كرابطه تونسيه لدفاع حقوق الانسان كعنصر فاعل في ائتلاف الجمعيات جينا نآزروا ونساندوا في الاعلاميين في دفاعهم على القطاع نتاعهم، ودفاعهم على القطاع نتاعهم مش كقطاع مهني، هو مرفق عمومي وبالاساس، وهو كذلك شأن الإعلام وشأن عام، وحماية الإعلام وتأهيل الإعلام، وأن الإعلام يقوم بالكفاءة اللازمة وبالحماية اللازمة، باعتبار أن الإعلام والوصول إلى المعلومة الصحيحة وفقا للقوانين طبعا هو شأن عمومي وهو حق إنساني، هو حق إنساني. مجموعة من التصريحات أو المواقف التي أبداها بعض المسؤولين في الحكومة، والذين أكدوا من خلالها محاولة أو للسيطرة على قطاع الإعلام، وخاصة السيطرة على التلفزة التونسية. لماذا؟ لأن المسؤول السياسي اليوم لم يستوعب أن الإعلام ينجم يقوم بدوره كسلطة رابعة تكون مستقلة وتنجم تنقد المسؤول السياسي، مش ضد المسؤول السياسي ولكن تنقد عمل المسؤول السياسي من أجل الارتقاء ومن أجل إصلاح الأخطاء ومن أجل التقدم تونس، لأنه من نجموش نعملوا حرية صحافة أو انتقال ديمقراطي دون دور أساسي ودور فعل للصحافة التونسية.